ما ندخلش في الاحزاب الا كيف يكون شان وطني ونداتهم شان وطني. وفعلا ثم نواب شعب 30 واحد بعثوا لي جواب مفتوح زاد الناس كل طلبوا لي باش ندخل. ايش معناه باش ندخل؟ لميت النواب اللي عندهم قيمه باقي ما عادش نعرفهم ولميتهم وضحت لهم الاوضاع. ثم شكون ما جاش؟ قالوا خذ موقف. قلت بالكش ما بلخمش الاستدعاء ونشوفوا وقت اخر. لكن انا ما نعتقدش اللي مثلا ما شدوه لابد يرجعوا للوفاق، لان احنا خذينا جيش نوبل للحوار والوفاق. لكن هما ما يتحاوروش ما يتوافقوش معناها مش باهي. انا نعتقد اللي ماشي الامور لاباس. انا ما نقترحش الحلول، هما من عندهم حلول، انما هما عطاو اجل لبعضهم الى يوم الخميس 12 خطوة. لازم قاعدين يتحاوروا هما، وعندنا رئيس يعني راجل مسؤول هو رئيس مجلس الشعب هو باش يعاود يلمهم ان شاء الله تمشي الامور. سيد رئيس فما برشا اطراف سياسيه واللي تحكي على البديل منام تعترس شمس.